أبو عبيد، أنت أحد قادة العمل الخيري في التنظيم السري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما هي طبيعة علاقتك مع المؤسسات الخيرية القطرية؟ المؤسسات الخيرية القطرية لنا اتصالات وتنسيق معهم فيما يتعلق بجمع التبرعات، وقاموا حقيقة بنوع من التغطية لجمع التبرعات من المانحين وصرف التبرعات للمستحقين. المانح يحتاج إلى أن يدفع زكاته وأمواله حتى يشعر بالراحة ويؤدي أمور دينه، أو حتى على الأقل يشعر بالأريحية أنه قام بواجب تجاه ضميره وتجاه المحتاجين. المحتاجين يرغبون في هذه الأموال لتحسين أوضاعهم. الوسيط هو الجمعيات الخيرية التي تقوم تحديدا، نتحدث عن حالة دولة قطر، هذه حقيقة تراعي هاتين الحاجتين ولكن بأسلوب مختلف. نعم، تجمع الأموال من المحسنين وتعطى للمانحين عليها مشروعات، مدارس، تحفيظ قرآن، تعليم، حفر آبار إلى آخر هذه الأمور، ولكن الجهة التي تقوم بالجمع هي إحدى الواجهات للتنظيم السري، والجهات الموجودة في الدول الأخرى المستفيدة هي أيضا جهات أخرى مناظرة لهذه الجهات. فيعطى الرصيد الإعلامي والدعائي والشكر ليس للمانح نفسه ولكن للجهة التي قامت بالتنفيذ، وهي منظمات تتبع تنظيم الإخوان المسلمين في تلك الدولة. فهو حقيقة تعزيز لوجود هؤلاء في دولهم عن طريق الجمعيات الخيرية في قطر، وعن طريق المانحين الذين لم يدر ببالهم أن أموالهم ستكون عرضة لرفع أرصدة وأنصبة كثير من الجهات الحزبية في دول أجنبية، وهم يظنون أنها ستذهب لمساكين وأيتام وفقراء، لكن هي في حقيقة الأمر تعزز من مواقف جهات متهمة بالإرهاب وجهات تقوم بأعمال سياسية وجهات قد لا تكون مسألة الجانب الخيري الذي تصوره المحسنون هو الذي ينفذ عن طريقهم. إذن الغاية ليست العمل الخيري. ليست بالضرورة. نعم، هو قد يكون الموضوع من ناحية التنظيم الإداري ومراعاة شروط المصرف المركزي في هذه الدولة وفي هذه الدولة وشروط التحويل المالي، هذه كلها مرعية رعاية أنه لا يكون هناك اكتشاف بأنه تم نقل سين من المبالغ من الدولارات من قطر مثلا إلى تلك الدولة المستفيدة بما يخالف أي لائحة من اللوائح العالمية. لكن المضمون وجهة مختلفة عن الوجهة الصحيحة. الآلية صحيحة ولكن الهدف والوجهة تختلف غير عن وجهة المانح أو المتبرع الذي دفع هذا المال من جيبه.